طبعا ده ملفي يا حبايب قلبي، انتظروا الفيديو بتاع الملفي. نعمل ام علي ام علي ام علي ام علي عندنا، والملفي عندنا. نعمل واحد ملفي عشان نعمل ام علي النهارده، ايه رايك؟ ماشي، نعمل ام علي النهارده يا اسطى. واحده جريمه، ايه رايك نعمل واحده جريمه ام علي؟ بس عملتها قبل كده بالراجل جميل. بنعملها بقى النهارده بالملفي، بالملفي ام علي. حطها في الفرن وبتاعه كده الفجر، بلف على برامج الملفي يا باشا. ده موجود عندنا في اي وقت. انت قفلت بتاخد اللي انت عايزه حبيبي. تسلم. السلام عليكم عاملين ايه؟ طبعا كالعاده لازم نعمل حاجه بالليل الساعه 2، ساعات الواحد بيصحى عايز ياكل ومش عايز ياكل، يعني عايز اكل حاجه كده مسكره ومش مسكره وحادقه ومش حادقه، عايز اكل حاجه حلوه في نفس الوقت مش عايز، مش عارف اعبر عن الحاجه اللي انا عايز اكلها. هنعمل ايه؟ نعمل ام علي. نعملها بايه بقى؟ بالملفي بمشاركه مين بقى؟ صدفه. انا كنت جايب ملفي من كام يوم، حط لكم المقدمه بتاعتي ما تقلقوش، ممكن تخش في الوقت. الله الله عزلني وعلى الملفي وعلى كل حاجه حلوه. اللبن ده مش هيكفي. شوف فين الكيسات. الله، مشاركة التوأمان. هفضي؟ يا لهوي عليا وعلى امي. خلاص يا ماما. يعني ايه؟ 6 ازاز لبن خلصت. انت ما عندهاش؟ مش حاطين لبن. دلوقتي يا ماما بقى. انا عندي اكياس حتى بخير وهيخد. اي لبن. الله بخير. حليب ال كمية ده، كمية ده كمشت في الطاجن، حط النار وحط الغليظ على الشمع. هيسخن بس مش قليل. بس اللبن ده ما بيسخن، ما بيتغليش، بيسخن. يا لبن قريفة. عايزة اتنين. وهكسره عشان خاطر لما يجي ياكل بالمعلقه ما يبقاش حته كبيره. ودي وانت هتاكلي؟ لا مش هاكل. اتفرج علينا يعني. شاطر؟ كفايه لبن كده؟ يا عم الكيس كمان. تبعتي الشوية اللي في الازاز. نعم يا صدفة. حاضر انا جاية يا ماما بقى. حدد يا ماما بقى. نغلي اللبن ونرجع له.
طبعا شرطه خلعت كالعاده، لبن غالي معايا طبعا. حط كم مكيال من دول يا بطاطا؟ بطاطا معانا في الكيس من ده. سكر؟ اه مكيالين؟ اتنين بس. اتنين بس؟ حط واحد ونص. متبقاش مسكر قوي. ماشي احنا بنحب البركه. بيقول لك السكر ابيض سمن ابيض. ما تحطش كتير. ما حطيتش. انه السكر يذوب في الحليب. الله الله عجو بالدوابين. الله 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 على الحاجة الحلوة. كل حاجة حلوة كده. حلوة قوي. تاج لبن تاج كده. ميت فل و 14. حط له حبة قشطة ونحطه في الفرن نظبطه. الله طبعا شربت لبن شوية فزودتها. حط لها بك. خدلتنا بك ببكاك. اظن هيطلع خرافي. احنا مزودين. قلنا نحط البطرمان كله. رايح دماغنا. بقول لك بقى عندك خبره في المطبخ ما عندكش خبره. الحاجات دي بتتحس مش بالخبره يا بتوع الخبره. ياما في المطابخ بقالهم سنوات وزي خيبتها. هي مش بالخبره بالمزاج. الله تعال ولع بقى المخروط ده. ما اعرفش يعمل ازاي. الله على جمالها. الله على جمالها وحلاوتها. انت عارف انت خليت التليفون فين ولا فين؟ اه انا مش هتكلم. انا مش هقول اي حاجه خالص ولا هفتح بقي. تكفي بس. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ يعني مش عارف اقول لكم الريحه عامله ازاي. بجد 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 حاجه اوريجينال فاخر من الاخر. ابو جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ايه يا اسطى؟ يا اسطى سبتني يا اسطى كده. معلش تعالي بص كده. رأيك صدفة؟ صدقت. لا يعني في الريحة والشكل ولا عايزة لبن. ما مديش اديها قوي. ممكن اصب لها. اه شو تحط لبن كله؟ ده كانت هتبقى عايمة قوي. ده هتبقى حلوة. ولا دوق. دوق يا مو رامي. ايه رأيك؟ عايزة سكر. لا ما السكر كان في اللبن. عايزة شوية سكر بسيطة وشوية لبن بس تحفة. حلوه. دي لبن. اصبري حط حبه لبن. لا حط فيه شويه سكر. مليان سكر. لا حط فيه شويه سكر تاني. تشربها دي بس كفايه. ما تحطش تاني. تشرب كل ده. لا مش لازم. ما تحطش تاني.
الله. رأيك في أم علي؟ هدوء تاني. هدوء. حلو قوي كده. حلو كده؟ حلو قوي. إنك تلاقي حد يعملها بالليل دلوقتي. أنت بتعتق ولا ليل ولا نهار؟ في حد بيعتق؟ والله أنت من يوم ما عملتها دي كم مرة تعتق؟ خمس مرة ولا مرة دقتها غير أول مرة؟ يلا بالهنا والشفا. أنا بقى مش هاكلها خالص. والله أنا عندي حموضة مش قادر. حموضة؟ وأنا عندي حموضة. فانا يا جماعه عملتها له ومش هاكل. شفتوا عم كنت طبخت؟ شفتوا شفتوا قلب الام عامل ازاي؟ شفتوا قلب الام؟ لا بس حلو قوي يا محمد. يلا بينا والشيف. يلا ان شاء الله المره الجايه اعمل لكم حاجه احسن من كده. يلا يا جماعه اشوفكم على خير. تعالى يا مبادا ويدوق يروح اترك معلقه. تعالى قولي ايه رايك. دوق ايه يا ندى؟ لك عشان سخن عشان ما تلسعيش. خديها وبرديها مع نفسك كده. بتيجي يا بطاطا تدوق يا بطاطا. حلوة؟ يلا يا جماعة اشوفكم على خير. الهنا والشفا عليكم.